المركز الثقافي الافتراضي المغربي الذي أطلق اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر واللاجئ فضاء موجه للمغاربة المقيمين بالخارج للتعريف بإرثه وتنوعه الثقافي ومنح لمحة موسعة على الحقد الفني المغربي وعلى فعاليته عبر العالم. المركز سيقدم بانتظام جديد الإصدارات والتظاهرات الثقافية بالمغرب. المبادرة ديال مؤسسة حسن الثاني اليوم بخصوص المراكز الثقافية الافتراضية من أهم الأجوبة على ما يريده الشباب المغربي، ما يريده المغاربة ديالنا في الخارج. تنعرفوا بأن المحور الأساسي في السياسة ديال بلادنا تجاه المغاربة في الخارج وكذلك ما يطلبه يعني المهاجرين أنه يساهم في تعزيز الهوية، يساهم في تقوية الارتباط. هذا المركز الثقافي عنده أهداف متعددة. الهدف الأول هو أنه يوصل الثقافة المغربية للمغاربة المقيمة بالخارج وخصوصا للشباب ديال المغاربة المقيمة بالخارج. ثانيا كذلك يعني إحداث واحد الفضاء ديال الحوار وديال التفاعل في المجال الثقافي. المركز الثقافي الافتراضي يعد كذلك بوابة تتمكن المبدعين والفاعلين الثقافيين من النقاش والتواصل حول مستجدات الفن والأدب من خلال الأخبار والورشات، كما سيعرض رواقا افتراضيا لمعارض من إنجاز فن للمغاربة مقيمين بالخارج، والهدف هو تقريب مغاربة العالم من الواقع الثقافي الوطني.